التوانسة اللي حسوا بيها وبمحنتها، الشيء اللي خلينا نسرعوا في إيجاد حلها. وجهتنا الأولى كانت مدرسة تكوين تعاطفت مع مريم وقررت تقدم لها حلم من أحلامها اللي هو التعليم. سلام على مرات بيان سور ما يزمش تظهر كما قلت لك. مدام سعم، نحب ان نقدمك للناس، انت مواطنة تونسية، ومواطنة تونسية تفرجت في الحلقة. حرصت على حاجتي، اولا انك ما تتشافش، وثانيا ان المؤسسة نتاعك ما يظهرش اسمك. هذوما الحاجتين، احنا نضمنوا لك الحاجتين هذوما، فهمني؟ دونك انت اليوم باش تتعدى صوت، فهمني؟ وتحيه ليك وتحيه لزوجك على الوقفه هذه، وكيفاش دبرتوا النومرو وكيفاش كلمتونا، يعطيكم الف الف صحه. انا ابخيتو كي قلت لك سي جعفر، يعني ما نحبش علاش نظهر ولا حاجه، خاطر انا هذا جو لو في، يعني اي عبد راه نوني تاع لابغي، نجم هي تكون اختي نهار اخر، نجم انا يصير عليا ولادي، انا جو سوي مامون عندي صغار، يعني انا ما نحبش العباد تقول ما يصير كان الغير، لا ما يصيرش للغير، اي عبد ينجم يصير له، الدنيا هذيا مولا تاج يحتاج، ويصير في اكبر العائلات كما يقولوا. مريم احنا فاش نجمو نعاونوك؟ احنا نقريب، احنا اون ايكول اغريي باغ ليتا، نقريبوك باش نأطروك، عندنا 82 فورماسيون، يعني انت وشنو اللي تختار؟ عندك من الكويزين، من الباتيسري، تنجم تعمل توسكيل القفوف، تصنع القفوف الكارتوناج، تصنع البارفانات، الكوسميتيك ناتوريل، المجوهرات، تنجم تعمل كوافور، تنجم تعمل مكياج، تنجم تعمل اونغلوري، اللي انت تتصوره في بالك. يعني احنا هنا لا باش نعاونوك. اون بلوس دو سا اكزومبل فسرت لك انا سي جعفر المره الاخرى، قلت لك راه كان تعمل بار اكزومبل توسكي تابع الاختزانات، تنجم تاخذ البطاقه الحرفي نتاعك، البطاقة الحرفية اللي تأهلك باش تشارك في المعارض كيما المعرض نتاع الصناعات التقليدية في تونس أليشال انترناسيونال. تنجم إن شاء الله تعمل لونغلوري، تعمل مكياج، وقلت لك سي جعفر مرحبا بيها. باهي أنا حسب فهمت مدام، أنت تتكفل بالتكوين نتاعها دو أ جوسكا زيد، من ألف إلى ياء. اللي تستحق الكل واللي من بعد زادة بيان سور، يعني مش باش نكونها ونخليها نتاع برا عم بحرك راه، متفاهمين؟ الله يرحمها ويوصلها وين هي تنجم توصل. الله يفضلك. أنت تو عطيتني أمل كبير برشا، كي قلت لي أنت راكي فخت. أنت أختي. خاطر بزيد برشا توانسة راهم في قلوبهم الرحمة، ويحسوا بالواحد كي يبدا غلط ويحب يصلح. انا صحيح غلط وغلط غلطة ماهيش صغيرة، ماهيش شوية، اما نحب نصلح. انا توا معناتها ان شاء الله بقدرة الله خويا جعفر عاوني، وانتي زادة قاعدة تعاون فيا باش نحط ساقية في ثنية جديدة. قدرة الله باش تلقاو عبد جديد، انسان جديد، باش يعيش حياة جديدة اللي باش تعاونوني انتوما بها. الله يرحم والديكم. شنو هي توا يزونا من البكاء؟ الحلقه نتاع اليوم حبوها حلقه نتاع فرحه، خاطر التوانسه الكل توا تتفرج. والله انا دموعي هذه ماهيش دموع حزن، دموع فرحه، خاطر بالرسم نحس في روحي توا في دنيا جديده. عندنا الدراسه، التكوين، والخدمه، هذوما ثلاثه مراحل باش تقف ولدك ولا مزيه لحد. وعندك اثاث الدار، زوجها يتكفل، قال لك لا نظهر لا نبان لا تقولوا اثاث شنو. فرحة مريم كانت كبيرة، لأنه أول مراحل نجاحها بعد الإقلاع عن الإدمان هي التعليم اللي تحرمت منه في صغرها.